أخبار ومواعيد رياضية على الحياة اف ام. أخبار الرياضة على الحياة اف ام. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البدايه ببطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، وغدوه تتلعب مباراه مؤجله من الجوله الثانيه لمرحله التتويج. مضي ساعه ونص متاع النهار في الملعب الاولمبي حماد العقربي برادة، الترجي الرياضي التونسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري. من جهه اخرى، البارح انطلقت عمليه بيع تذاكر المباراه بحديقه الرياضه به والملعب الاولمبي بالمنزه، وبالنسبه للاسعار فانها باش تكون ما بين 15 و50 دينار. الشبيبة الرياضية القيروانية تواصل تمارينها الليلية في ملعب حمد العويني بالقيروان بإشراف المدرب الجديد محمد السعيدي. من جهة أخرى، تم برمجة زوز مقابلات ودية في ملعب حمد العويني استعداد لعودة نشاط البطولة، وهما مواجهة ودية أولى ضد القوافل الرياضية بقفصة نهار الأربعاء 12 أفريل، مواجهة ودية ثانية ضد سبورتينج المكنين نهار الأربعاء 19 أفريل الحالي. عربيا، الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن تعيين طاقم تحكيم سوري لإدارة مباراة الإياب الدور التمهيدي الأول للبطولة العربية للأندية اللي باش تجمع بين الاتحاد المنستيري وضيف نادي فحمان اليمني يوم 12 أفريل بدايه العشرة متاع الليل، واللي باش يتكون طاقم تحكيم هذايا من حكم الساحة في رأس التويل بمساعدة كل من علي أحمد ورامي طعان، الحكم الرابع من ليبيا وهو محمد مفتاح محمد. نذكر أنه مباراة الذهاب في السعودية كان حسمها فريق الاتحاد المنسيري بانتصار وأربعة أهداف كاملة مقابل صفر. في كرة السلة، البارح دارت مباراة الجولة الخامسة والأخيرة لمجموعة التتويج في قاعة محمد مزالي بالمنستير. الاتحاد المنستير يتفوق على النادي الافريقي بنتيجة 64 مقابل 54، وبالتالي فإنه الاتحاد المنستير ينهي رسميا مرحلة البليوف في الصدارة ويتحصل على نقاط الحوافز، في حين النادي الافريقي يتحصل على المرتبة الثانية. في كرة اليد، اليوم دور الجولة الثالثة لمرحلة التتويج من بطولة النخبة في المجموعة الأولى. مضي ساعة لتوال والنادي الهلالي، مضي ساعتين نصرة بولبا يستضيف النادي الافريقي. في المجموعة الثانية، مضي ساعة متاع نهار مباراة بعث بن خيار مع مكارم المهدية، ومضي ساعتين نادي ساقط الزيت يستضيف الترجي الرياضي التونسي. في الكرة الطائرة، اليوم دور الجولة الخامسة لمرحلة السوبر بليوف لبطولة القسم الوطني A، زوز مقابلات لحداش متاع الصباح. مباراة القمة في القاعة الأولمبية بسوسة بين النجم الساحلي وضيف النادي الصفاقسي، ونصف نهار مباراة مستقبل المرسى مع ضيف الترجي الرياضي التونسي. في التنس، لعبتنا التونسية أونس جابر المصنفة خامسة عالميا تواصل مشاركتها في بطولة شارلستون الأمريكية. البارح سفيرة السعادة التونسية كانت ضمن تأهلها للدورة نصف النهائي على حساب اللاعب الروسية أنا كالينسكي المصنفة 70 عالميا، وحسمت أونس جابر المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 6 مقابل 0، قبل ما تنسحب منافستها في المجموعة الثانية بسبب الإصابة، ونتيجة تقدم أونس جابر بنتيجة 4 مقابل 1، وبالتالي تأهل لعبتنا التونسية للدورة النصف النهائي، واللي باش تواجه اللعبة الروسية داريا كاستاكينا المصنفة 8 عالميا اليوم بداية من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. خارج تونس، وفي أبرز مقابلات البارح في الدورية الأوروبية في الجولة 28 من الليغا الإسبانية، إشبيليا يكتفي بالتعادل الإيجابي على أرضية ميدانو أمام سيلتا فيغو 2 مقابل 2. في الجولة 29 من الكالتشيو الإيطالي سيريا، ساليرنيتانا تعادل أمام إنتر ميلانو هدف مقابل هدف، ليتشي انهزم أمام نابولي 2 مقابل 1، والميلان يكتفي بالتعادل أمام إمبولي 0 مقابل 0. في الجولة 30 من ليغ أن الفرنسية، البارح دارت مباراة وحيدة، لونس يتفوق على ستراسبورغ 2 مقابل 1. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية، تساهم ممارسة الرياضة في شهر رمضان في إنقاص الوزن وزيادة عمل الكبد مع تنشيط عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى تخليص الجسم من الدهون والسكريات بعد وجبة الإفطار. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيد الترابلسي، وإن شاء الله نهاركم زينة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية.